ديسك السامز، بيجوا المرضى الصبح بيتسجلوا، بياخذ تحاليله كامله، بيدخل عند الطبيب، بيشوف الطبيب بيقدر وضعه، هلا بينطلب له التحاليل، التحاليل كامله موجوده عندنا بالمختبر عندنا، بيتحول لاشعه، كمان المريض في خدمه الاشعه موجوده عندنا كمان بمركز سامز، بيرجع لعند الطبيب مع التحاليل تبعته مع صور الاشعه، بينكتب له العلاج، العلاج متوفر بالصيدليه عندنا، بياخذ علاجه وبنطلب منه مراجعه بعد 10 ايام بعد ما يكمل كورس العلاج او 14 يوم حسب المده العلاجيه اللي قررنا له اياها. في عندنا مثلا انه اهتمام بالحوامل ومعامله خاصه للحوامل، انه منتابع الحوامل بفقر الدم بالتهابات النسائيه، بياخذوا العلاج من عندنا موجود. هلا في عندنا دكتوره الاسنان كمان بتتابع الحوامل بمعالجه الاسنان. بميز مركز سامس صراحه بتوفر دائما العلاجات بكافه اشكالها. بيعملوا كل شيء هون كامل، تحاليل، صوره، اي شيء بده الواحد، يعني بيطلع بيجي لهون بيطلع انه بياخذ نتيجه. وانا ماشي بالطريق وقعت انا اياها على البسكليت، كسرت عظمه الترقوه، كسرت رجليها، 3 كسور. مباشره جبت وجدت فيها على المشفى، دغري كشف عليها مباشره، حولوها على الاشعه، صوروها ما صوروها، طلع الكسور وطلعت عظمه الترقوه. دغري جبروها وجبروا رجليها، عملوا لها عمليه تنظيف رجليها كادر كامل، تلاقي ركض الكاب ما قصروش. صراحة كل يوم بفكر قديش أنا بكون سعيدة لما يجي مريض موجوع ويروح وهو مبسوط، وبالعادة يعني من أكثر الأشياء بتأثر فيي لما مريض أو مريضة يحكوا لي إنهم بالليل تذكروني ودعوا لي أو شكروني أو حكوا عني، بحس إنه هذا إشي فعلاً كتير بدعمني، أو لما أم تحكي لي عن ابنها أو بنتها إنهم مبسوطين كتير وهم جايين، إشي بيميزنا عن غيرنا، ما بنعالج إحنا بس السن، نتعامل مع المريض كإنسان كامل متكامل.